بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بيت المصريين، وأول حلقة بعد عيد الأضحى المبارك، وكل عام وحضراتكم بألف خير. النهاردة معانا فقرة مواهب في بيت المصريين، وبنحاول نقدم لحضراتكم أكبر كم من المواهب المختلفة المتنوعة، سواء في الشعر أو في الغناء أو في الطهي أو في الرياضة أو في الرسم. قبل طبعا السنة الدراسية، العام الدراسي الجديد ما يبدأ، وإن شاء الله جائحة كورونا خلاص أوشكت على الانتهاء، وربنا يعافينا ويزول هذا البلاء عن مصر والوطن العربي. معانا النهاردة ضيفتي الشاعرة ندى موسى، بنرحب بيها واهلا وسهلا بيك النهارده معانا، منورانا يا استاذه ندى. اتفضلي عرفي نفسك للساده المشاهدين. ندى موسى، 17 سنه، من الشرقيه، مدينه ابو حميد. اهلا وسهلا بيك يا ندى. اهلا وسهلا بحضرتك. النهارده انت حضرتك هتقدمي لنا شعر. شعر اكيد. مين اكتشف فيكي موهبه الشعر؟ ماما وبابا. من قد ايه؟ من وانا سن 10 سنين. بتقولي شعر من وانت عندك 10 سنين؟ ومين نمى فيك هذه الموهبه؟ ماما وبابا ساعدوني ان انا انمي هذه الموهبه، بالتالي حاولت اشتغل على نفسي وانمي نفسي وقتها، وبدا ظهوري على السوشيال ميديا وانا عندي 15 سنه، وطبعا لقيت المساعده من كل تمام. وفي المدرسه حد اكيد ساعدك طبعا في المدرسه؟ تشجيع كافي من المدرسين وصحابي. حصلتي على جوائز في مسابقات في المدرسه؟ طلعت في المدرسه مسابقه وخدت فيها المركز الاول، وطلعت مسابقه في الشرقيه عندنا وخدت فيها المركز الاول. بسم الله ما شاء الله. تسمعينا حاجه في البدايات، كنتي انت طبعا بتكتبي وبتلقي الشعر الاثنين، سمعينا حاجه في بدايات ما بداتي موهبة مع الشعر. أول حاجة كنت كاتباها اللي هي قصيدة عن مصر، بتقول بلادي يا محلاها، بلادي يا محلاها ويا محلى هواها، القمر منور بدر في سماها، أصل الطرب أم العرب، بلادنا وردة يا محلاها، يا محلى أرضها وسماها، يا مقطر الخير جواها، بدم وروح أنا عشقاها، يا رب انت اللي حميها، يا رب انت اللي حميها، وكفايه ان النيل فيها بعشقه ليها بيرويها، اطفال بلادي عقول تنادي، نفديكي دايما بالروح بلادي، وتفدي ارضها وسماها، وادي الهرم وادي النيل وادي الشعب الاصيل، والفلاحين بتروي الاراضي، الكل سارح في الوجود، والجيش بيحرس الحدود، نصر بلدنا حامين ولادنا، حالفين بنصرها وحماها، بلادنا وردة يا محلاها، يا محلى أرضها وسماها، يا مقطر الخير جواها، بدم وروح أنا عشقاها، بدم وروح أنا عشقاها. بسم الله ما شاء الله، جميل يا ندى. مين مثلك الأعلى في الشعر؟ صلاح جاهين رحمة الله عليه، الله يرحمه. وفي الحياة؟ الوالدين طبعا، ربنا يخليهم لك. بتحبي الشعر القديم ولا الحديث؟ أنا بحب الشعر القديم، وحاولت أتعايش مع الشعر الحديث في الشباب اللي طالع الأيام دي، زي أميرة البيلي، زي عمرو حسن، بحب أنا حاولت أتعايش معاهم برضو، لكن أنا كنت الأول بقرأ كله قديم. تمام. بتقري لمين الكتب اللي بتقريها؟ بتقري كتب شعريه ودواوين؟ قرات لمين؟ لصلاح جاهين برضو. مين تاني؟ في حد تاني؟ احمد فؤاد. مين من اللي حواليكي موهبه شعريه اللي هو كان بيشجعك مثلك الاعلى، سواء في المدرسه او في الحياه العامه، اصدقائك، خدتيه قدوه في الشعر؟ اولا مش في حد في عيلتي شاعر، لكن انت اول واحده. مش في حد في عيلتي تشجعيهم بعد كده بقى، الجيل اللي وراك يطلع كله شعر. قبلها كنت دايما بحب النصوص اللي داخل كتاب المدرسه، كنت بتعايش معاها جدا، فبعدها بعدها حبيت الشعر جدا، وفضلت انمي من نفسي، واهلي ساعدوني طبعا على اللي انا فيه حاليا، وبدات اول عمل ليا ظهرت السوشيال ميديا.
تمام. انا عرفت ان انت على السوشيال ميديا، بسم الله ما شاء الله يعني عندك، وناويه تتواصلي على السوشيال ميديا وتحققي أكيد اكتر من كده. يعني أكيد انت حاليا طبعا. عندك قناه وعندك متابعين، يعني في مشروعات تانية على السوشيال ميديا ان شاء الله في لا، الفتره القادمه؟ هو الشعر ولا ان في شاء الله. ممكن مثلا تعملي ديوان ده بعد تنزلي مرور طبعا ايام، على اساس على ده اساس فتره، يعني على اساس تكوني اكون نفسي الاول، وانا نفسي بس العالم العربي يسمعني، فبالتالي بعدها بقى نفكر ان احنا نعمل دوين. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك ويوفقك يا حبيبتي. ايه طموحاتك بقى ان انا اوصل صوتي الشعر. في الشعر؟ هتنمي بعد كده، هل هتبقي هتتجهي لانك تدرسي الشعر عن دراسه ولا هتبقى هوايه بس؟ لا، هي هواية ودراسة. هتدرسي بعد كده، هتتجهي هكمل. للدراسه في المجال الشعر يعني ان شاء الله. طيب سمعينا بقى حاجه ليكي تاني بتكوني بتحبيها بقى، تمام. هنقول قصيدة عن الله ندمان، حاجه. لأني طبعا بحب أكتب مشاكل المجتمع اللي احنا بنحس ان احنا نطور منها. تمام فهقول فهمت. قصيدة عن الإدمان. تمام. قطر الحياة الحالي الإدمان، كل الشباب راكباه في فلاش باك، وبقلمي الضعيف بكتب على الإدمان. شباب بيضيع من البرشام، متعرضين للخطر، متعرضين للخطر، فاكرين وده الأمان. السموم بتقتل الإنسان، بتعيش حياتك متهان، بتقتل ومش دريان. قطر الحياة مال، قطر الحياة مال، قالوا بينسق الأحزان، بينسق الأحزان، بيقوي على الأيام. مشكلة بيعاني منها البشر، إدمان المخدرات انتشر. نفسنا نعيش في سلام، يتدمر ليه شبابنا ويعيشوا بالبرشام. الإدمان معاصي فاسدة، ليه تغضب ربك يا غفلان؟ تشرب وتشرب جرك لسكه، ما هو انت سكه. البيره مش سكه النسيان، والهروين سكه ملهاش امان. قطر الحياه الحالي الادمان، قطر الحياه الحالي الادمان. في مسابقات اشتركت فيها وحصلت على جوائز، في أمسيات شعرية كانت انت آخر مرة؟ آخر مرة كان قبل ظهور كورونا، فيروس كورونا، كان قبلها بأسبوع تقريبا. تمام اتكرمتي. أو تمام. طيب عندك كاتبة حاجة عن جائحة كورونا ومرونا في الظروف اللي عشناها طبعا كلنا؟ طبعا أنا كتبت، كنت كاتبة يعني قصيدة غنائية إن هي تتغنى مش شعر. اتفضل اتفضل قولي. اقولها ولا اقول؟ اتفضلي قولي، قولي سواء تقوليها ليكي او لاحد الشعراء. نقولها هي اغنيه يعني، مش اتفضلي قولي يا ماشي. حبيبتي. محنه وهنعدي منها زي اللي كان قبلها، محنه صعبه ولكن الشعب قدها. بندعي ونصلي ونأدي الزكاه، وبالايمان هنعدي، وسلاحنا هو الإله. دي كان أول كوبليه منها، طبعا بتتلحن، وحابة انها تظهر أغنية. يعني هتعملي شعر غنائي، لأن أنا بحب الشعر الغنائي جدا. هتتجهي بعد كده تبقى شعر غنائي ولا كل أنواع لا، الشعر؟ هو طبعا هيكون شعر غنائي. أنا بحب الشعر الغنائي جدا، بحب الإيقاع الموسيقي دايما، بيبقى في قصايدي. ففي الفترة ديت قلت كتبتها على أساس أغنية، ما كتبتهاش. فطلعت جميلة ان شاء الله، يا ما كملتهاش. تتلحن يا تبقى اغنية جميلة ان شاء الله. ان تحبي شاء مين الله. يغنيها بقى؟ طبعا تامر حسني. طب ومن اصدقائك او المقربين ليكي في حد بيغني يعني من اصدقائك تحبي انه يغني الكلمات بتاعتك؟ اكيد في معظم اصدقائي شعراء بيغنوا، فحابة ان هما برضو ممكن يغنوا الشعر كلماتك يعني ان شاء الله. وايه تاني في طموحاتك يا ندى؟ هل يعني عايزه تعملي دواوين، عاوزه تعملي مشروع شعري، تعملي امسيات، تعملي حاجه خاصه بيكي، تمام. صالون شعر؟
خاص بيكي، ولا تشاركي مثلا احد يكون عنده صالون وتتجهي بعد كده، لان انت شايفه فيك الموهبه بسم الله ما شاء الله، فعايزه تنمي موهبتك ازاي اللي عندك بعد كده؟ انمي موهبتي اول حاجه ان انا حابه طبعا اطور من نفسي في الشعر اكتر. هتواصل طبعا ان انا اكمل، هستمر في الشعر. فبنطلع السلم واحده واحده يعني. ممكن تكتبي اشعار لاغاني مهرجانات؟ ممكن تخطر على بالك ولا زي ما تيجي لان انا معاكي؟ كتبت مش حابه لصالح، الفكره. مش حابه الفكره طبعا، كتبت لصالح الوطن. انا اصلا في البدايه كنت بكتب وطني، كان تمام. كل اشعاري وطنيه. في المناسبات الوطنيه فبحب جميل. الوطن جدا، بحب اكتب عن قضايا المجتمع، بحب مثلا ان انا اتعايش دور اللي من سني، الشباب اللي من سني، نقول اكيد. فراق، نقول حب، نقول الكلام ده. فما اتجهتش انا لل طيب سمعينا حاجة بقى للي من سنك. تمام. هنقول قصيدة عن الفراق. تمام. عديم الإحساس مش هبكي في يوم عليه، خان قلبه وداس، يا ناس أرجع له ليه؟ حبيته وقلبي وياه تاه، ده أنا كنت لما لقاه بنسى الدنيا معي، وإزاي أهون عليه؟ ينسى أشواقي ليه؟ وإزاي أخاف عليه والقى غيري معاه؟ وهو قلبه خان حب اللي كان دايما زمان هيموت عليه. عديم الإحساس مش هبكي في يوم عليه، عديم الإحساس مش هبكي في يوم عليه. أحسنت، وتحياتي ليك يا ندى، ونورتينا النهاردة، وربنا يوفقك إن شاء الله وتحققي كل إن شاء الله. أحلامك وطموحاتك بإذن الله. إلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية الفقرة الأولى من برنامج بيت المصريين. فاصل ونرجع الفقرة، نكمل باقي فقرات البرنامج إن شاء الله. تحياتي وإلى اللقاء.